هنا تصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية. أول مرة بالجزائر مجمع سون الغاز بوحدة صياغة العلم الصيف تجهز محطات الوقود بالأعمدة الكهربائية محلية الصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 وحدة شحن سنويا. هذه التجربة الأولى من نوعها في الجزائر لصناعة أعمدة شحن سيارات كهربائية بطاقة إنتاجية تفوق 1200 وحدة في السنة، وبنسبة إدماج وطني تعادل 22%، ويتم الرفع منها تدريجيا. إلى غاية نهاية سنة 2023 قمنا بتركيب 310 عمود شحن كهربائي. البرنامج الثاني من عملية التركيب سيكون ب 700 عمود مع سنة 2024. آسيوية أو أوروبية يستعملوا كلهم المقبض الآسي هذا اللي يوفر لنا الشحن بسرعة 22 كيلو بات. بخصوص الشحن بالتيار المستمر اون شارج دي سي، هذا يسمح لنا نوصلوا لسرعة الشحن بقوة 240 كيلو بات، اللي تسمح السيارة أنها تنتقل من البطارية تاعها من 20% إلى 80% في فترة أقل من 20 إلى ماكسيموم 30 دقيقة. كما لم تفوت صياغة الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية فرع مجمع سون الغاز الفرصة في التوجه إلى إنتاج وحدات الشحن المنزلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة للسنة. قمنا بتطوير عمود شحن للسيارات الكهربائية ذو استعمال منزلي. نحن الآن في مرحلة التصنيع الأولي، أي النموذج الأولي، وسيتم تصنيعه بنسبة إدماج تفوق 58% وبقدرات إنتاجية تفوق 5000 وحدة في السنة. بخصوص عمدة الشحن المنزلي، كاين منتوج اللي هو 100% جزائري، طوروا مجموعة من المهندسين تاعنا تاع المؤسسة، واللي هو من هي تقدروا تشوفوا سلسلة الإنتاج تاعو، نفس الشيء مطابق للمعايير الدولية، يخضع لكل اختبارات الأمان. وفي نفس السياق عبر أصحاب السيارات الكهربائية عن ارتياحهم بوجود أعمدة الشحن عبر محطات الوقود التي لها قدرة عالية على تشحين البطارية في وقت وجيز. سون الغاز وفرت لنا محطات الشحن والحمد لله. نفطالم دايرت لنا أماكن الراحة، من مصلى، من أماكن للإطعام، الإنسان يروبوزي يسراح. هذاك الوقت اللي تكون في السيارة تشحن أنت عندك وين تقضي هذا. إلى حين أن تتمكن سون الغاز على دعم شبكة الطرقات الوطنية بأعمدة كهربائية محلية الصنع، تبقى الأسواق الإفريقية والعالمية هدف منشود لمجمع سون الغاز في التصدير.